السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم وجمعتكم مباركة. صنعاء تعلن استهداف سفن إسرائيلية في بحار المتوسط والأحمر العربي، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء عن تنفيذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي والبحر الأبيض المتوسط. وقال متحدث القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع في بيان تلاه خلال مسيرة حاشدة في صنعاء لمناصرة غزة اليوم الجمعة، إن قواتهم استهدفت سفينة MSC أليكسندرا الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية. وأضاف أنه تم استهداف سفينة يان نيس التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة 4 من التصعيد، كما تم استهداف السفينة التابعة للشركة اليونانية، وذلك بعد وصول 3 سفن تابعة للشركة إلى موانئ فلسطين المحتلة في 4 و5 من مايو. وأشار العميد سريع إلى أن قواتهم استهدفت سفينة إيز 6 الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك جراب حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، محذرا كافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لأن سفنها بغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.